صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة لوحدها عبر الخطوط أي الطيران إذا كانت مسافة السفر لا تستغرق أكثر من ساعة ونصف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين، يعني للراحلة مسيرة يومين، قدروها بثمانين كيلو مرحلتين، كل مرحلة أربعون كيلو في اليوم، لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في الطائرة، في السيارة، على دابة، على قدميها، لازم محرم. حتى الحج ما تخرج إلا بمحرم، لأن رجلا اختتب في الغزو وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته خرجت حاجة، قال: ارجع فحج مع امرأتك. ارجعه من الغزو يحج مع امرأته. يجي من يقول أن الطيارة ما تحتاج محرم، إن كذا، إن إذا صارت مع جماعة ما تحتاج محرم. الرسول عمم هذا، ما استثنى شيئا، في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الأحوال لابد من المحرم، لمن يتق الله ويخافه لابد من المحرم. أما الذي دور الرخص ويسأل ما من يفتيه، هذا حسابه على الله. نعم.